بشكرك كابتن اكرامي، شرفتني ونورتني. ما قلتليش مين الحكم، مين اللي حارس مرمى التالت؟ اصل هيقطعوا عليا والله، فاضل لي ثانيه والله عايزين يزعقوا يعني بعد اللي انا سمعته من وليد عطا دوت. عايز ثانيه والله العظيم. محمد الشناوي. محمد الشناوي. طب الفتره الجايه حارس مرمى المنتخب الاول شريف ولا احمد حجازي؟ عشان هيقطعوا فاضل ثانيه. هو كلهم بيقطعوا فاضل ثانيه. الثانيه خلصت بقى. والله بيزعقوا جوه. مهيب بيزعق. مهيب ما تزعقش يا مهيب. مين؟ ولا عشان جبتوا تورتايه للسباعي؟ شريف ولا احمد حجازي؟ نعم. شريف اكرامي ولا احمد حجازي؟ احمد حجازي. احمد حجازي. ايوه. شريف اكرامي ولا احمد حجازي؟ احمد حجازي برضه. مش احمد الشناوي. انا اسف يا عم احمد، وقف معايا يعني خلاص، ده احنا في اخر اليوم ما فيهاش حاجه. وانت عم مهيب لقيت حجازي قول لي الشناوي. لا احمد الشناوي. الاثنين حلوين. الاثنين كويسين. الاثنين طعمين. الاثنين طعمين. بشكرك يا كابتن اكرامي.